شكرا جزيلا. وخلال كلمته قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن هيئة الشرطة اطلعت بدورها الوطني في تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومواكبة التطور غير المسبوق لتحقيق مفهوم الأمن الشامل. تمضي مصر في عهدكم وفق خارطة رسمت الطريق نحو مسار التنمية والرخاء وإعادة بناء الدولة التي كادت أن تعصف بها المؤامرات والدسائس، ولقد انحاز شعب مصر لهذا الطريق واتخذه خيارا لا بديل عنه بإرادة وطنية تجرب في مجراها كل العثرات وتجتاح كل محاولات التشتيت وإثارة الفرقة والخلاف بين أفراد المجتمع ومكوناته. وأن ما تجتازه سيادتكم من تحديات لمخططات الشر والهدم والتي توحاك بالداخل والخارج للقضاء على هذا الوطن وشعبه هو بحق دحر لصعاب العبور بمصيرنا الحبيبة لبر الأمان. من هذا المنطلق اطلعت هيئة الشرطة بدورها الوطني في تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومواكبة التطور غير المسبوق الذي تشهده الدولة على كافة المستويات، حيث ارتكزت سياستها الأمنية المعاصرة على تحقيق مفهوم الأمن الشامل وتطوير كافة مقومات العمل الشرطي. كما أكد توفيق على استعانة الأجهزة الأمنية بمنظومة معلومات متكاملة وإجراءات مقننة لدحر الإرهاب وإجهاض مخططاته التنظيمية الإجرامية. وتضع السياسة الأمنية في ضمن أولوياتها تثبيت دعائم الأمن الوقائي، حيث تم تطوير النظم التأمينية وأساليب الحماية من حيث نوعية القوات والتسليح والاتصالات والنطاقات الأمنية بالمواقع الحيوية وتنشيط وتعزيز الخدمات الثابتة والمتحركة والمتابعة الدائمة والتقييم السليم والاستعانة بالأجهزة المتطورة لإحكام إجراءات التأمين. وقد أخذت المواجهة مع الإرهاب بعدا واسعا في تشديد الحصار وفرض طوق من العزلة على العناصر الإرهابية لتقويض حركتها وتقليص قدرتها على تلقي التمويل وتدبير السلاح والتحريض على الإثارة والشغب وتدمير مقدرات الدولة، فضلا عن الاستهداف الاستباقي لإحباط المخططات الآسمة في مهدها وضرب البؤر الإرهابية وإجهاض التنظيمات الساعية إلى إحياء نشاطها الإجرامي، وذلك من خلال منظومة معلومات متكاملة وإجراءات مقننة.